تونغ افريكانز في القاهرة امام الاهلي المصري. الافكار التي تدور في اذهان لاعبي فريق من اجل مباراة اخرى لتحقيق الفوز، وان كان صارت طويلة على راس شباب الوزراء امام الاهلي المصري. مباراة صدرت مباراة اليوم العوافي سين سلمي بالغيث عبد الرؤوف، اكرم براس كرة هدف اول في المباراة، ولكن تغطية حاضرة من الدفاع الغاني لرفاق بوشار، عرضية والرأسية تحاول، ليس لديه ما يخسره فيها ويزيد خبرة، 21 سنة يعني في السيطرة على البطولة لسنتين متتاليتين، وطارق العزيزي وغيرها من الأسماء تمكن من التتويج بثنائية في الألفين وكانية للعوافي، حاولت الدخول من مزيان كان بطيء في عبد الرحمن مزيان خطيرة، فريق ميديا ما بلا أنياب في هذه المجموعة الرابعة وجد نفسه كنص، هكذا هو نصيب ميديا مالغاني في دور المجموعات، وهو قادم رحلة ماراثونية إلى تنزانيا، وكيف وهو طيلة أسعان محكمة قائمة يأتون إلى محكمة المراوغة، راح زاد مشى عرضية داخل منطقة الجزاء، إسلام ووامبا والهدف يضيع، إسلام بالخير رؤوف بالغيث فيها تسلل لمن يا بنغيث، عرضية لوامبا، الدفاع لهدف أول في المباراة، حتى التوزيع تعود من الدفاع ما زالت مستمرة، تسديدة الخير بنغيث لوامبا، وامبا تحضير في العمق تبدو خطيرة لميديا مع إمكانية الوصول إلى المرمى، تسديدة بعيدة، تسديدة لمش تسلل، ما فيش تسلل، لكن تاد كرة أخرى خطيرة على المرمى، تسلم الكرة بعيدة عن العوافي، تراد الشباب خطأ عبد الفتوى عبد الرحمن مزيان، مرور جميل والتحضير مامودو، دفعة واضحة أمام أنظار حكم المباراة يا بلغيث، تلعب هكذا كذا نضيع الكرة، بابا ضيعها والهدف الأول في المباراة، نعم بابا موسى ضيع كرة، عبد الرؤوف بلغيث الذي سجل في مباراة الذهاب ها هو يسجل في مباراة العودة، يا ريت لما سجل في مباراة الذهاب ظلت الأمور على حالها وفاز الفريق أو تعادل في ميديا ما كانت أموره أفضل، ها هو يدرك الهدف الأول عبد الرؤوف بنغيث بكل سهولة في مرمى الحارس، كيف زيان مرة أخرى يمر ويوزع للتأهل، كل شيء كان يكون أحلى ما يمكن، والرهان فقدها كرة براس وامبا الذي تخسر أمامه كرة المرور، محمد إسلام بالخير كرة رقل المتميزة، كرة الآن وامبا، وامبا في مجموعة لن يضمن فيها أي فريق بعد التأهل، تعادل فيه كرة بعيد 4-0، كرة الآن بالخير الثانية وامبا، الثانية يا وامبا ولكن ضاعت، كان يمكن أن يسجل الثاني، سقط أرضا وامبا المختار يوسف العوافي، كرة فيها تسلل فرصة المرور كداد يلعب سواء اللاعب ولا المدرب، جماهير تأتي لهذه المباراة وفي قلبها شيء من حد لبراس، وامبا والثاني، وامبا والثاني، نعم وامبا والثاني يسجل الهدف الثاني، والجماهير لا زالت غاضبة، هذه متناقضات كرة القدم، يأتيك الفريق يسجل وفي الوقت الذي تفرح يجب أن تفرح فيه الجماهير، كرة المرور خطيرة لهدف ميدياما، تسديدة فوق الشباك، يضيع ميدياما الغاني فرصة كبيرة لتسجيل هدف غيرة النتيجة هذا، لكن المواجهات هي الفاصلة، حفظت على شباكك نظيفة، لا خليتها واحد، احترامه التزامه مسؤوليته، هدف الثالث والدفاع بالنيران الصديقة كذا نسجل، مختار بالخيثر وزع هذه الكرة، بالخيثر على بالخير أقصى اليمين خطيرة للثالث، والثالث قد يأتي وتغير جلدك، لا يمكن برات صغير تكونوا وفرق ألقاب لما تجيب لعيبة ليش لما تشارك فيها ليش، تسديدة خطيرة فرصة لهدف أول من ميدياما، وهذه صارت عادة يعني تجيب فريق ينال لقب البطولة تفرح بعد
بعدين لا نوادي يعني إفريقية مميزة. كرة الثالث التسديدة تمر بعيدة يا بن غيث، هذا لم يكن عبد الرؤوف فإنما الفريق ينتصر ويحزن. تسديدة ممتازة أليكسيس جندوز يتدخل إلى ركنية يفرح لما في مكانك بوشار. الكرة إلى تماس